كان هناك جفوة بين رئيس المجلس السابق وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين. هناك كثير من القضايا التي نطرحها في جلسات المجلس ونطلب الدعم من رئيس المجلس، لكنه يعني رئيس المجلس لا يستجيب لهذه الطلبات ولهذه المناشدات وللتقارير التي نقدمها في جلسات المجلس. هل كان السبب هو الميزانية التي لم تطلق آنئذٍ؟ يعني كان سبب من الأسباب الميزانية. أيضا هناك أسباب تعود إلى شخص رئيس المجلس، يعني رؤيته بهذا الموضوع خاصة موضوع النازحين. يعني أنا من الذين طلبت أنه يكون هناك مساعدات شهرية من قبل مجلس محافظة صلاح الدين للنازحين في أقليم كردستان، في داخل المحافظة، أن يكون هناك توزيع باسم مجلس محافظة صلاح الدين كأبسط شيء نقدمه لأبناء محافظة صلاح الدين، لكن لم يستجب رئيس المجلس السابق الأستاذ أحمد لهذا الطلب.